بسم الله الرحمن الرحيم. شباب اهلا بيكم من جديد. كان في جزء بس صغير في الدرس التاني، واحنا قلنا نخلصه علشان ان شاء الله الاسبوع الجاي نخش على طول في ليسون جديد، تمام؟ وهو بعنوان الكالوروميتر. الكالوروميتر من اسمه كده هو جهاز بيقيس السعرات الحرارية اللي بتنتج من السيستم بتاعي، أو بيمتصها السيستم، تمام؟ الفكرة طبعا مش جديدة، احنا اشتغلنا عليها وعرفنا عليها المسائل، لما هنتعرف على أشكال مختلفة من الكالوريمتر، تمام؟ الكالوريمتر كجهاز اليوسج بتاعته هو إن هو يدرس او يحدد التشينج فين في التمبريتشر، وبالتالي التشينج في الهيت كونتنت بتاعت السيستم سواء كان فقد او اكتسب، تمام؟ يلا بينا ندرس اول نوع من الكالوروميتر اللي هو النورمال كالوروميتر. بنأكد تاني ان احنا عايزين ننجز، علشان كده احنا بنحاول ان احنا كل حاجة تخلص نرفعها على القناة علشان نلحق على آخر الشهر نكون إن شاء الله وصلنا للمنهج اللي هنمتحن فيه، تمام؟ الكالوروميتر يا شباب العادي، أنا دلوقتي عندي نوعين من الكالوروميتر، النورمال كالوروميتر والبومب كالوروميتر. أنا دلوقتي في الرسمة دي راسم النورمال كالوروميتر. طيب أول حاجة هعرفها بيتكون من إيه؟ بيتكون من رقم واحد isolated container، يبقى رقم واحد هنا ايه؟ isolated container. علشان ايه يا شباب؟ علشان يحقق ايه؟ ال first law of thermodynamics. مش عايز ايه؟ افقد ال energy بتاعتي لل surrounding بره الايه؟ ال container ده. طيب رقم اتنين بيكون معايا stirrer، اتنين معايا stirrer، تمام؟ الستيرر ده قلاب بيقلب التمبريتشر اللي بتحصل هنا علشان يظبطها في اسرع ايه؟ في اسرع وقت. يبقى في حاجه اسمها ستيرر، ستيرر يعني قلاب. يبقى ده رقم ايه؟ اتنين، تمام. عندي كمان الرياكتنت ميكشر اللي هي بتبقى موجوده مثلا هنا في الحته دي، تمام. حطيتها انا مثلا فين؟ في كونتينر صغير، دي اسمها الرياكتنت ميكشر. وعندي فيه ليكويد او ممكن يبقى فيه اير، اي حاجه. هنا نقول فيه ليكويد ليه؟ عشان انا معايا ستيرر. فيه ليكويد هنا بيأكت از ايه؟ ا سراوندينج. يبقى فيه ليكويد بيأكت از ايه؟ ا سراوندينج، ماشي الكلام. وفي ثرمومتر اللي هو طبعا ده نمبر 3، وفي ثرمومتر اللي هو نمبر 4، تمام. حلو الكلام. طبعا انا قبل ما اتكلم يا سعادتك متوقع ايه اللي هيحدث. بمجرد ما الكيميكال رياكشن يحصل هنا، الثرمومتر هيحصل له تشينج، يبقى يحصل تشينج هنا، اقدر ان انا ايه؟ اسجله، واقدر ان انا ادرس التشينج فين؟ في الهيت كونتنت بتاعت الايه؟ السيستم بتاعي، تمام. يبقى ده يعتبر نورمال ايه؟ كالوروميتر. نورمال كالوروميتر الفكره بتاعته ايه؟ انه بيمنع اي تشينج في الهيت ان هي تدخل او تخرج من الايه؟ السراوندنج بالنسبه للايزوليتد سيستم ده، تمام. طبعا هنا ممكن كتاب المدرسه يعتبر ان الكونتينر ده بما فيه السامبل والسراوندنج، ممكن يعتبره السيستم ويعتبر السراوندنج ايه؟ هو اللي بره، ما يجراش حاجه خلاص. انما لو دققت النظر هلاحظ ان السامبل والسراوندنج موجودين جوه الايه؟ الكونتينر ايه؟ نفسه. عرفت ازاي؟ انما لكن لو اعتبرناها زي ما الكتاب بيفكر برضو ما يجراش حاجه، ماشي الكلام. طيب يبقى انا كده خلصت معاك ايه؟ الجزء دوت سريعا كده، والجزء الثاني نخش على الايه؟ البومب كالوريمتر اللي هو مسعر القنبله. طبعا اول ما تسمع كلمه القنبله ايه؟ تتخض. فلا ما تتخضش ولا حاجة، ده معناه ان ممكن ان انا اقيس ايه؟ اي ايه؟
اكسبلوجن، بيحصل جوه المساعر ده الهيت اللي بتنتج من الاكسبلوجن ده. اقدر ان انا اسجل ايه تمبريتشر ايه بتاعتها. طبعا هنا في ثرمومتر لازم يترسم. طيب خلينا نقول بالترتيب كده، لو انا قلت مسعر القنبلة ده بيستخدم في ايه، بيستخدم في ان انا اقيس الهيت اوف كومباشن، حرارة الاحتراق. حرارة ايه؟ الاحتراق. احتراق ايه يا مستر؟ بعض الايه الايه السابستنس. طبعا احتراق او الانفجار، ممكن يبقى هنا في الكونتينر دوت في انفجار او احتراق، اي حاجة ممكن يبقى فيه احتراق او انفجار. وبينتج عن الايه الاحتراق دوت بينتج ثيرمال انرجي، تقدر ان انت تسجلها، تسجل الايه الكلام، تقدر ان تسجلها من خلال الثرمومتر، من خلال ايه الثرمومتر. تمام، يبقى نقدر نقول هنا ان انا عندي الغرض من الجهاز انه يقيس الايه الهيت اوف كومباشن، حرارة ايه الاشتعال. طيب بيتكون من ايه مستر علشان افهم كلامك؟ يلا تعالى نقول بيتكون من ايه. اول حاجة بيتكون منها بيبقى عندي الستيل بومب، ده نمبر وان، ده اللي انا بحط فيه الايه السامبل بتاعتي اللي انا هعمل لها ايه، هعمل لها بيرنينج بالاكسجين. يبقى هنا ده كده اللي هو اسمه ايه ده، ده الستيل كونتينر. الستيل كونتينر ده موجود فين؟ موجود جوه الايه ليكويد. طبعا ليكويد ده في الغالب بيبقى هو ايه الووتر، في الغالب بيبقى هو ايه الووتر. يبقى الكونتينر ده جواه اكسجين عشان عملية الايه الاحتراق، و السراوندينج عبارة عن الووتر، عبارة عن الووتر. تمام، وبيبقى عندي طبعا ايه نقدر نقول عليه هنا ignition circuit، دايرة اشتعال، عبارة عن ان انا بوصل ايه سيركت الكهرباء دي، الفولت بتاعها عالي جدا جدا جدا، بوصلها بالاكستريم بتاعت مين الايه الستيل كونتينر دوت، بحيث ان هو الفولت العالي ده بيعمل لي ignition spark، بيعمل ignition spark. تمام، الفولت العالي دوت بيعمل ايه ignition spark، هي اللي بتبدأ ايه، هي اللي بتبدأ الايه الرياكشن بتاعي. خلاص، يبقى انا عندي هنا ignition circuit connected to the steel container such as to make ايه حرارة ايه شعلة احتراق او اشتعال، شعلة احتراق او ايه اشتعال. طبعا ده التركيب بتاعي، ما انساش برضو ان في هنا ستيرر زي ايه النورمال بومب، بس طبعا علشان ده جهاز عملاق بيبقى فيه هنا موتور متركب عليه، بيبقى فيه هنا موتور بيحركه، موتور طبعا، وهنا بيبقى الستيرر. تمام، إيه لما يبدأ الاحتراق يحدث بالهيت انرجي بتخرج من البوتقة دي اللي فيها، شايف دي السامبل دي اللي انا رسمها اللي انا بحرقها، فبيطلع هنا الهيت جوه الليكويد. تمام، الهيت هنا بتطلع الهيت اوف كومباشن، ركز معايا، بتطلع على طول تزود من الايه من الهيت كونتنت بتاع الووتر، كنتيجة لذلك تلاقي الثرمومتر درجة حرارته بالتأكيد بترتفع، درجة حرارته بالتأكيد ايه بترتفع، ودي ملهاش احتمال تاني. الاحتمال الوحيد ان الايه السيستم ي output ايه thermal energy لل surrounding، و surrounding يبتدي ثرمومتر ايه يحصل له رايز جواه، يحصل له رايز ايه جواه، ملهاش احتمال تاني. البومب ايه كالوريمتر، لما النورمال كالوريمتر كان ممكن الايه السيستم ي output thermal energy، او ممكن ان هو ايه يجين thermal energy. كان في احتمالين بقى في الرسمة اللي فاتت دي، كان ممكن الثرمومتر يطلع او ينزل حسب ايه، حسب ايه الهيت هل بتفقد او تكتسب من ايه من السيستم. فاهمني؟ تمام، اتمنى يكون سهل يعني. ماشي الكلام. طيب
يبقى انا هنا كلمتك على الايه الكالوريمتر، وكلمتك على البومب ايه كالوريمتر. طيب يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي هنا تطبيقات كتاب المعاصر، دي مش تاخد مننا كتير. هنعلق على الحاجات الصعبة بس فين؟ في الاختيار المتعدد، وبإذن الله نخش ايه الايه الاسبوع الجاي ندخل في الدرس الجديد. هندخل في الدرس ايه الجديد اللي هو الهيت كونتنت، وده بداية الشغل الحقيقي في المنهج، يعني يعتبر بداية شغل الحقيقي في المنهج مع الهيت كونتنت. ده طبعا يعتبر ايه مقدمة لمنهجنا، وكانت مقدمة طبعا مهمة جدا. تمام، طيب خلينا نفتح المالتيبل تشويس بتاعة المعاصر ونضربك على الحاجات الصعبة اللي عاملة جدل وعاملة قلق مع طلبة كتير. تمام، كتاب المعاصر هنا في المالتيبل تشويس بتاعه ونركز مع بعض. أول سؤال بقى عامل جدل اللي هو المالتيبل تشويس بتاعه ده، حاول إن احنا نبسطه إن شاء الله. بيقول إيه الراجل؟ بيقول لي في أول سؤال which of the following is an application of the law of conservation of energy. ال law of conservation of energy إن ال energy بتتحول from one form to another. والله لو أنا بتكلم على isolated system، ال isolated system مش بيوضح الفكرة دي. isolated system بيخلي ال summation بتاعت ال heat content constant، وبالتالي لما انت تحول ال internal energy بال heat energy، تحولها من ال system لل surrounding، مفيش new form of energy بتحصل ايه عليها. يعني كده انت ال thermal energy كانت وسيط فإن هي تحول energy لنفس نوع ال energy، temperature عالية بتقل فال internal energy بتقل، temperature أقل بتزيد فال internal energy بتزيد، and overall مفيش conversion واضحة from one form to another. فأنا هستبعد أي heat content لأن ال summation بيبقى constant وبيديني نفس نوع ال energy، وبالتالي أنا هختار رقم C. رقم C يا شباب هي الاختيار الإيه الدقيق، لان انا واضح هنا ان اللايت انرجي في الفوتوسينثيز بروسيس بتتحول من اللايت للكيميكال ايه انرجي. خلاص يبقى ده اجابه نمبر 1 اللي هي نمبر سي. تمام، ليتس موف اون تو نمبر 2 برضو فيها فكره. بيقول لي which of the following statement represents a closed system. عارفين احنا closed system اللي هو بي allow mean to change، بي allow ال ايه ال energy and ال ايه prevent ايه ال substance. طيب ده منطبق على مين يا شباب؟ ده منطبق على نمبر بي. بيقول لي ال matter does not transfer either to or from the system. فاكرين انتوا لما جبت الكونتينر المفتوح ده وحطيت له ستوبر من الكورك، دي منعت اي ماس او اي حد يشرب من الايه من الكوبايه بتاعت الشاي دي، لكن كانت بتسخن ولا كانت بتبرد وتسخن، وبالتالي الإجابة الصح هي نمبر نمبر بي. حلو الكلام. طيب let's move on to number three. طبعا احنا ان شاء الله احنا هنخلص الشغل دوت ونبتدي نعمل حصص مكثفة بما يتزامن مع امتحان ابريل، عشان بس ايه يعني احنا الهدف بتاعنا دلوقتي اكتر من هدف، انما الهدف الظاهر ان احنا نمشي مع امتحان ابريل، خصوصا ان معظم الطلبة ما بياخدوش برايفت او بياخدوا سنتر في الفترة دي. ان شاء الله يتابعوا معانا الموضوع ماشي ازاي. تمام، احنا هنحاول ان احنا طبعا يبقى الايه الفيديوهات ما تبقاش طويلة، في نفس الوقت تبقى مفيدة. خلاص مش هنقعد نضيع في وقتنا، ولكن هنركز وقتنا على الاسئلة المهمة اللي هتيجي. خلاص، لو انا جيت في نمبر 3 بيقول لي الراجل في نمبر 3 بيقول لي قول يا عمي what is the system which contains a constant mass of matter and its boundaries. boundaries اللي هو طبعا الحاجز او مثلا الزجاجي، الحاجز الزجاجي ما بين ال internal wall ال internal vacuum بتاع container وال surrounding. يعني بيقول لي do not allow the passage of matter، يعني هو نفس الايه الايه تقريبا السؤال اللي فات هو الإجابة نمبر سي. تمام، هو نفس الفكرة بس بصيغة مختلفة. let's move on to number 4. و number 4 بيقولي car fuel tank
تانك بتاع العربية، تانك بتاع العربية is an example for the NOAAD systems. طيب التانك بتاع العربية أفكر فيه ازاي دوا؟ التانك بتاع العربية أكيد بتفتح عشان تفول، يبقى المطر بت إيه ب تبدأ من إن هي تتدفق، المطر بتتدفق جوه السيستم. في نفس الوقت بيبقى في ignition spark بتحصل علشان تعمل ايه تبادل للانرجي، فطبعا بالتأكيد الإجابة هتبقى number D which is open which is يا شباب open a system. تمام الناس اللي معايا، انا شايف دلوقتي لؤي، ركز معايا لؤي، تمام ركز معايا ايه لؤي. تمام احنا دلوقتي ايه في ال multiple choice بتاعت lesson الاولاني يا لؤي. تمام حلو الكلام. طيب يبقى احنا نخش على حاجة برضو مهمة، number five. number five بيقول لي the opposite figure shows the pressure cooker it does not allow the liquids found inside it to escape during cooking. هو بيقول كده، بيقول لي does not allow the... بس اسمع اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب، انا شايف water vapor عمال بيبرس وبيحصل له leakage out، يعني انت دلوقتي بتضحك عليا. فبيقول لي after the cooking is finished the high pressure of water vapor الراجل بيقول اه causes its value to move upwards. طب عايز ايه يعني انت كل القصة دي عايز فيها ايه؟ اكيد بتسمح بتبادل الايه ال energy وال matter which is number B اللي هي open a open system. ماشي الكلام؟ سهل الكلام؟ طيب تعال نشوف number 6. number 6 بتقول ايه؟ بيقول لي which of the following statement is correct which is the following statement is correct the concept of temperature is the same concept of heat. طبعا المستعجل هيقول صح، لا مش صح خالص، مفيش اصلا علاقة بين temperature والهيت، لكن الهيت علاقتها بالديفرنس في temperature between two bodies، ده صحيح، لكن temperature تعتبر مقياس للافريج كينيتيك انرجي which is inside the material. يبقى temperature تعتبر internal property ومقياس لل internal energy بتاعت الماتيريال. and نقدر ندور عليها فين؟ نقدر ندور على الكلام اللي انا قلته ده في number D، يعني انا هستبعد A بكل تأكيد. هل ممكن B تلخبطني؟ ممكن تلخبطني، بس هو بيقول لي is the same concept of kinetic energy. same concept ازاي؟ لا ده هي factor في الكينيتيك energy زي ما هنشوف في الكلية ان شاء الله، انما هي مش نفس المعنى، ما اقدرش هصبر عليها شويه، يعني نمبر بي هصبر عليها مش دقيقه. تمام يعني علميا ما لهاش ايه معنى، لكن اخر واحده بص معايا، بص معايا يا لو اي معايا اخر واحده بيقول the concept of temperature represents the internal energy تحديدا الكاينتيك ايه انرجي، تعتبر مقياس للافريج كاينتيك انرجي، ودي طبعا من ضمن مفاتيح الفهم في المنهج ازاي التمبريتشر بتعمل بتزود الكاينيتيك ايه انرجي، وهنشوف مع بعض. تمام طيب نخش بعد كده في نمبر 7 معايا يا شباب. نمبر 7 بيقول لي الراجل بيقول لي التمبريتشر اوف ان اوبجكت از ذا ميجرمنت اوف. طيب متكرره لسه قايلها هتبقى نمبر، ها نمبر ايه؟ علينا يبقى نمبر اي يبقى average kinetic energy لسه قايل. طيب let's move on to the next multiple choice. the average kinetic energy of H2O molecule decreases، حط خط تحت decreases وافهم ان هي مرتبطة بالtemperature ومرتبطة بالtemperature في نفس الفيزيكال ستيت. اقولها مره كمان، لما تلاقي الكاينتيك انرجي بتتغير يبقى بتتغير في نفس الفيزيكال ستيت، مش بتبقى في الفتره بتاعه الكونفرجن فروم وان ستيت تو انذر، لان في الفتره بتاعه الكونفرجن فروم وان ستيت تو انذر دي بتبقى اي اكسترنال هيت انرجي بتوفركم الايه الفيزيكال اتراكشن بوندز اللي هي هتخليني اتحول from one state to another. يبقى انا هنا انا هدور في الاجابه على معنى التمبريتشر، معنى التمبريتشر. فلو مثلا خدت مثلا
على سبيل المثال نمبر نمبر بي، فهو بيقول لي ايه، ركزوا معايا يا شباب، فهو بيقول لي ليكويد ووتر از اتس تمبريتشر از 100 سيليزس تو ووتر فيبر. اه يبقى الهيت اللي جايه من بره دي مش جايه تزود السرعه بتاعه الموليكيولز، لان هي وصلت لاقصى سرعه، لا انا هي جايه تكسر ايه الفيزيكال اتراكشن بونز، الروابط اللي هي بتاعه الايه الفيزيكال ستيت. يبقى اقدر اقول هنا ان نمبر بي ملهاش دعوه بالتمبريتشر، هي ليها دعوه بالبوتنشال انرجي اللي هي مقياس للاتراكشن، مقياس للاتراكشن. يبقى كلامي مش عارف واضح ولا ايه؟ يبقى انا هنا لما اجي اشتغل على كاينيتيك انرجي انا بشتغل على تمبريتشر، اشتغل على بوتنشال انرجي يبقى بشتغل على بريكنج داون للبونز فروم وان ستيت تو انذر. يبقى النمبر بي دي ما تنفعش معايا لان انا شغال على البوتنشال انرجي او الاتراكشن فورسز بتوين المولكيولز. طب نمبر سي، هايست تمبريتشر نيجاتيف 73 تو نيجاتيف 36، يبقى انت هنا نيجاتيف 73 is less than negative 36، يبقى انت هنا درجة الحرارة بتزيد، ما تنفعش، انا عايز درجة الحرارة تقل، عايز درجة الحرارة ايه تقل يا لؤي معايا. يبقى انت هنا برضو بتستبعد سي، خلاص يبقى استبعد سي. طب اخر واحدة عايز its temperature zero to water، نفس القصة، انا شغال على ال physical attraction points وبالتالي اقدر ان انا استبعدها. يبقى يتبقى لي مين وهي الإجابة الصحيحة اللي هي نمبر A liquid water its temperature is 64 celsius to water its temperature، لأن أنا شغال هنا على decrease في temperature and that's all، أعتقد إن هي بانت أوت دلوقتي. نمبر 9 بيقول لي what is the quantity of energy which is equivalent to 50 كيلو جول. الكيلو يا شباب 10 باور 3، خدتها معاك في الفيزيكس الترم الأولاني. يبقى هنا الكيلو 10 باور 3 and that's why تقدر تشيل الكيلو وتحط مكانها 10 باور 3، يبقى دي الكونفرجن، انت تشيل الكيلو وتحط 10 باور 3 وتسيب الجول في حاله، الجول مكمل معاه تمام. يبقى هتبقى 5 تايمز 10 باور 3 جول which is c. يبقى هنا نمبر 9 هتبقى هنا طبعا في 0، يبقى طبعا هنا مش c يا شباب، هنا هتبقى نمبر d لان انا معايا 0 فاصبحت 5 تايمز 10 50 تايب تايمز 10 باور 3، مره كمان بس بالراحه 50 تايمز 10 باور 3 طبعا جول، وفي 0 يقوم عامل جامب وتبقى 5 تايمز 10 باور 4. تعال نشوف اللي وراها، بيقول لي نمبر 10، نمبر 10 بيقول كيلو كالوري، هنا في تحويلتين بقى، الكيلو 10 باور 3 والكالوري 4.18. ارجع ليه لايف الايه الحصه اللي فاتت واعرف الكالوري بتحويلته ايه، يبقى هملتبلاي اللي هو 1004.18 فهتطلع كام يا شباب؟ هتطلع نمبر 10، هتطلع نمبر سي، هتطلع نمبر ايه؟ نمبر سي. عرفت ازاي؟ ماشي؟ طيب نمبر 11 انا هحرقها علشان بس طويله كده، انا عايزك تعزز فيها مع نفسك بس انا هشرحها. Specific heat of water is higher than the mercury which of the following statement does not agree with the previous information. يبقى هنا ال specific heat مختلفة عن الميركري و and that's why بتلاحظ ان temperature بتبقى مختلفة لنفس الهيت. هتقعد طبعا تقرا حضرتك الموضوع. نمبر سي هنا هي اللي فيها مشكلة، بيقول quantity of heat released by lowering the temperature ل 100 جرام من الووتر from 80 ل 20 equals the quantity of heat released by lowering the temperature same mass of mercury. واضح هنا ان هو مثبت الدلتا تي في الكلام بتاعه، و مثبت ايه كمان ال 100 جرام اوف ووتر فروم لورنج تمبريتشر اوف سم، مثبت الماس. و طيب انت ثبتت الام والدلتا تي، يبقى انت عايز تجيب علاقه ما بين الكيو والسي، والعلاقه بتاعتك دايركت، العلاقه بتاعتك ايه؟ دايركت. تمام، دايركت يعني ايه؟ يعني اللي معاه سي اعلى يبقى الكيو اعلى. طيب انا شرحتها ازاي الحصه اللي فاتت علشان ما جاوبش على الهوا،
شرحتها بالماجيك تريانجل ازاي يا مستر؟ شرحتها فكرني كده. يعني ممكن ان انا استعين هنا بالماجيك تريانجل اهو، تمام. خلينا نشرح على البورد افضل. ركز معايا هنا يا ولاي في الموضوع. هو بيقول في ماجيك تريانجل كده، حدد بس الايه الكونستانت. يبقى كلمة السر ان انت تعرف فين الكونستانت. احنا قلنا ايه؟ كيو بي ام سي دلتا تي اكوردنج تو المسألة. انا بحدد الكونستانت عشان اجيب علاقة. هو مثبت ايه؟ مخلي دي كونستانت، ومخلي ايه كمان كونستانت دلتا تي. يبقى انا هنا عندي علاقة ما بين السي والكيو. زي مثلا عايز اقول كيو بي، كيو بي ايكوال ايه يا جماعة؟ ايكوال ام سي دلتا تي. طب انا عندي برودكت، تبقى علاقة دايركت، صح كده؟ مش انا كنت بشرح كده الحصة اللي فاتت؟ طيب اصبحت يا مستر علاقة ايه؟ علاقة دايركت. يبقى انت دلوقتي ما تجيش تقول لي ايه بقى، ما تجيش تقول لي في كلامك ايكوال. لا، ايكوال ايه؟ اللي معاه سي اعلى الكيو بالتاكيد اعلى. عرفت ازاي؟ يبقى هي ماشيه كده، ان انت زي ما قلت كده. ايه انا قلت ايه؟ اقول لك انا ان انت عندك عشان تجيب physical relation between two variables the third or the remain must be constant. فانت لما كأن ايه؟ كأن باب مقفول مفتاحه مين؟ الثابت. حدد الثابت الموضوع خلص. طب خلاص ازاي بتلخبط يا مستر؟ اعمل ايه؟ اعمل علاقة. هتقول اذا بقى اصبح كيو مع السي علاقة برودكت، يبقى علاقة دايركت. يبقى كل ما السي بيزيد الكيو بيزيد. ممكن يلعبك بطرق مختلفة زي ما قلت لك وزي ما هقول لك، واحنا بنطبق فين؟ في الامتحانات الشاملة. عرفت ازاي؟ فبس دي هي ايه؟ هي مفتاح الايه الفهم بتاعك اللعبه اللي انا بلعبها دي. خلاص. طيب لو احنا رحنا على نمبر 12، مهمه قوي بالنسبه لي يا شباب. نمبر 12 مهمه جدا. هو بيقول ايه؟ if the temperature of a substance is doubled as well as its mass is specific. هتحط خط تحت مين؟ تحت substance. substance طالما ما اتغيرتش يبقى السي كونستانت معاها. فاكر الحصة اللي فاتت لما قلت لك one material يبقى C constant؟ طب لو عندي two materials يبقى C بتتغير. خلاص، C بتتغير فين؟ في السؤال بتاعك هتعمل علاقة C. انما لما السبستنس A ما اتغيرتش يبقى انت هنا عندك constant. الإجابة نمبر ايه؟ نمبر B. نمبر B غير زي ما انت عايز. انت تغير وتجيب علاقة ما بين ايه؟ ما بين حاجات تانية. انما طالما عندي one material يبقى C constant. فاكر الحصة اللي فاتت كنت قلت one material دي تثبت، two materials طبعا one material دي تثبت، يبقى بجيب علاقة بين Q والدلتا T. two materials يبقى أكيد هيجيب علاقة بين C والدلتا D. different materials هيجيب علاقة بين Q والA والC، تمام. ارجع للحصة اللي فاتت، تمام. طيب تعال نشوف number 13. نمبر 13 بيقول لي الراجل if two bodies have the same mass gain the same quantity of heat and raise in the temperature of the second body is double that of the first therefore specific. بيلعب على two bodies، يبقى السي بتتغير علاقتها. يا مستر السي يلا نلعبها، يلا نلعبها مع بعض. هتروح على الماجيك ترينجل وتقوم ايه تعاود بوت السي في علاقة اهي. هتاخد السي على ان هي ديفايدد كيو بي على ام دي دلتا تي. هتقول كده، هتقول هو عايز كده، هو عايز السي ايكوال كيو على ام دلتا تي. ما تستعجلش، الله يكرمك. الثابت هو مفتاح الحل. انت كده خدت المفتاح، ثبت تجيب علاقه. علاقه الديفيجن علاقه انفرس، علاقه انفرس. يعني ايه يا مستر؟ يعني الدلتا تي هتبقى انفرس مع السي. تبقى انفرس مع مين؟ مع السي. and that's why لما تيجي ترجع تيجي تقول له in the same temperature
and raise in the temperature of the second body is double that of the first. يبقى هنا ركز معايا في الحركة اللي انا هعملها دي، حركة ايه؟ حركة جامدة دي، حركة خبيثة. هقول ايه؟ temperature بتاع التاني ماله اكبر من التمبريتشر بتاع مين؟ اكبر من التمبريتشر بتاع الاولاني. هو كل غرض ان هو يلخبطني ويلخبطك، اقول له روح العب بعيد. العلاقة هنا انفرس، فهو معاكس بق البطة، بق البطة بيبص ناحية مين؟ بيبص ناحية الكبير عشان ياكل منها. يبقى انت عندك هنا السي بتاعت اتنين اقل من السي بتاعت ايه؟ واحد، بنفس ايه الريشيو. يبقى انت هنا السكند بادي، هيبقى السكند بادي هتبقى هاف الفيرست وان، هاف الفيرست ايه وان. ليه يا مستر؟ علشان اقدر احقق ايه الفكرة او ايه العلاقة. عرفت ازاي؟ اللي هي علاقة ايه؟ انفرس. علاقة ايه؟ انفرس. يبقى هو بدأ بالسكند، فانا ما اتلخبطش، اقول له السكند ده دبل، الدبل يبقى ايه؟ السي بتاعته تبقى ايه؟ تبقى هاف. السي بتاعته تبقى ايه؟ تبقى هاف. كانت معاك؟ طيب عرفت ازاي؟ هو بيحاول يلخبط. طيب تعال نروح ل نمبر 14 يا شباب، مهمة قوي في نمبر 14 جدا، ركز معايا فيه. All the following can be identified by knowing the specific heat of metals except. من ضمن خصائص specific heat ان هي تعرفك على حسابات زي الكيو. من ضمن خصائصها برضو ان هي تدي لك نوع الايه المادة، وبالتالي كل الكيميكال استراكشر بتاع المولكيول بتاعها. عرفت ازاي؟ يبقى ده من ضمن خصائص ايه؟ من ضمن خصائص السبيسيفيك هيت. طيب هل من ضمن خصائص السبيسيفيك هيت ان هي تحدد للانترنال انرجي اوف ميتال؟ لا، مين اللي قال؟ السبيسيفيك هيت مرتبطه بنوع الماده، اما الانترنال انرجي بتبقى موجوده لاي ماده، اللي هي السام اوف الكاينيتيك والبوتنشال انرجي. وبالتالي ما تقدرش السبيسيفيك هيت تحدد غير الخصائص المرتبطه بالماده دي، انما الخصائص العامه لاي ماده ما تقدرش السبيسيفيك هيت تحددها. زي ايه يا مستر؟ زي الانترنال انرجي اوف ميتال، زي التمبريتشر اند سو اون. لكن هي تحدد للماده واي حاجه ريليتد للماده، اما الخصائص العامه للمواد سبيسيفيك هيت ما تحددهاش. زي الانترنال انرجي ما تقدرش تحددها لي ايه السبيسيفيك هيت. معايا؟ ماشي الكلام. انما اللي حدد الانترنال انرجي عوامل تانية زي كاينيتيك انرجي والاتراكشن فورسز. خلاص، زي ما هنوضح بعد كده. طيب نمبر 15 بيقول لي الراجل، هسيبها لك دي، احنا حلينا شبهها 15 و16 و17، حلينا كتير شبهها المرة اللي فاتت. لكن روحوا ايه اخر حاجة معايا اللي هي نمبر 18. الراجل بيقول لي البومب كالوريمتر اللي لسه واخده معايا is used to measure the heat of combustion of some substances. طيب بيقول لك ايه الراجل؟ الكلام ده بيحصل فين؟ بيحصل under certain conditions، اللي هي number ايه؟ under normal atmospheric pressure. تملي هنعلمك ان انا عندي reference تملي برجع له عشان نبقى متفقين على الارقام اللي احنا بناخدها دي، واحنا بنخلي الايه الكونديشن بتاعنا في البومب كالوريمتر ان هو under normal atmospheric pressure، اللي هي number ايه. خلاص ان شاء الله رب العالمين، احنا كده خلصنا درس الاولاني على خير، وهنبدأ درس ايه اقوى شوية اللي هو الهيت كونتنت ان شاء الله، هنبدأ فيه ان شاء الله من اول بكرة. اتمنى ان الفيديوهات تفيدكم وتشيروها لبعض، وشكرا ليكم يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.